تعطينا بداية الرحلة كيف كانت؟ كانت بداية الرحلة من منطقة من الحد الجنوبي منطقة نجران في المحافظة ثار، انطلاقا إلى العاصمة الرياض. فكانت الهدف تهنية مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني 89، وكانوا يحملون على أعتاقهم رسالة إنسانية برجاء تأسيس جمعية خيرية للأيتام بمنطقة نجران خصوصا المحافظات الشمالية. فانطلقنا من منطقة نجران، وفي طريقنا كانت هذه اعتبرنا المسيرة هذه مسيرة وطن شارك فيها جميع الشعب السعودي، والراية مرفوعة من نجران حتى العاصمة جميل. الرياض. كيف كان التخطيط والمسار للرحلة أستاذ مفرح؟ يعني من البداية أنتم حددتم مناطق بتوقفون عندها بتباتون فيها وبعدين تكملون، ولا على حسب الطريق؟ كيف صار الخطة؟ الخطة هذه فكرة من المهندس صالح بن عايض حالة، والكاتب مهندس له عدة روايات ويتحدث في أكثر من 3 لغات ما شاء الله، ومبادر. فالعمل تطوعي، هذا يبث العمل التطوعي وحب الخير للناس، ولا والهدف المقصود فيه شريحة من المجتمع الأيتام. الآن في نجران ما في دار لرعاية الأيتام؟ فيه جمعيات، لكن لرعاية الأيتام في المحافظات الشمالية تفتقرها إلى الآن. في المحافظات الشمالية؟ نعم، المحافظات الشمالية ما في هناك جمعية. وش أبرز الصعوبات اللي واجهتكم في الرحلة؟ الصعوبات ما في صعوبات ما دام الهدف سامي، لحب الوطن ولتقديم رسالة سامية ولزرع الابتسامة على وجه من يستحق أن يقدم لهم عونة أو يقدم له رعاية. فما هناك صعوبات. كانوا الرحالين صالح بن عايض ورفيق دربه مبارك بن مسفر على مخلص ماشيين وهدفهم ومعنوياتهم في العلالي ومرتفعة الحمد لله، متعودين هم يقطعوا مسافات كذا بالمشي، ولا هذه أول رحلة؟ هذه أول رحلة بالنسبة لمبارك، أما بالنسبة لصالح فالله يعطيه العافية متعود على المشي سواء في السعودية أو في الصين، وكان كان يمشي. نعم كان يدرس الماجستير ويحضرها في الصين. مبارك وش يقرب لك؟ أنا خالة ما شاء الله تبارك، وهذاك أنا أخوه. طيب مين غيركم كان في فريق الرحلة؟ كان فيه مرافقين أي تقريبا 11 شخص مرافقين للرحلة ما شاء الله. نعم هذا على سياراتهم ويقدمون لهم جميع ما يستحقونه وما يحتاجونه. وكان معنا فريق ليث التطوعي، هذا متطوع للإنقاذ والمساعدات في منطقة نجران، ويحضر عدة مشاركات سواء في مواسم الحج أو في جميع مناطق المملكة مشاركين. جميل. ولهم الشكر. جميل. لهم الشكر في أبد والله التطوعي. الشكر لكم، وأنا أتمنى أن توصل دي رسالتكم. أبد تقرأ كلمة أخيرة وش تحب تقول فيها والمين توجهها؟ أشكر كل من دعمنا وشاركنا في هذه المسيرة من نجران حتى مرورا بالمحافظات حتى وصلنا إلى الرياض، كل من قدم لنا الدعم المعنوي والمبادرات الطيبة فنشكرهم جزيل الشكر، وشكر لله سبحانه وتعالى. ونشكركم قناة روتانا استضفتونا سمي، والحمد لله رب العالمين يوم لقيت لي سمي هنا في ذا الديرة. أبد والله الشرف لي. نطيب راسك. ونشكر أخونا سالم القحطاني، كما نشكر أبو ضيدان الله يعطيها العافية. ومهما قدمنا أو قلنا من الشكر ينقص الله عن حق أبد. جميع الرجال دولة والأبطال اللي ساعدونا. الله يقويكم والحمد لله على سلامتكم، وشكرا لأنكم تجاوبتم مع دعوة البرنامج. الله يعطيك العافية، ولا شكر على واجب، وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك.